نرجع لعمرو دياب، كيف تم التعاون معاه أو كيف صار أول مرة تلاقيته أو عرفك أو عرفته؟ أنت حكيت لي قبل شوية، قلت لي هو تربى أو من صغره يسمع لك في شريط أو ألبوم الغربة. هو قالها في حديث، يعني أنا في كل لقاءاتي لما نتكلم على حاجة ما نتكلمش إلا على حاجات موثقة أو مسجلة، ولو تكلمت على أي شخص وفنان كل حاجات موجودة وموثقة، يعني مش من تأليفي ولا من عمرو دياب. تعرفت بيه، كنت موجود في الأردن، فأول مرة نشوفها في الأردن. كان في أي سنة هذه يا أستاذ ناصر؟ في الثمانينات، بداية الثمانينات.